السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائية النفسية ولاء من مدرسة المواهب البريطانية الخاصة، لنعرض يا أعزائي الطلبة بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند حضوركم لحصص البث المباشر. في البداية من المهم اختيار مكان الجلوس، ويجب أن يكون المكان هادئا بعيدا عن الإزعاج، ويجب أن تكون شبكة الإنترنت جيدة. هيا بنا لنعرض الخطوات. أولا، يجب أن تجلس بعيدا عن الشاشة تقريبا بطول ذراع. ثانيا، يجب أن يكون سطوع الشاشة متوسط الدرجة. ثالثا، إذا لم تتمكن من رؤية عرض المعلمة للشرح فقم برفع يديك لتتمكن المعلمة من رفع الكتب وطرح المشكلة عليها. رابعا، إذا تم تعليق التكبير فربما يرجع ذلك إلى انخفاض اتصال الإنترنت، لذا يرجى ترك الاجتماع وإعادة الانضمام بنفس الرابط المعطى. شكرا لحسن استماعكم.